السلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات أزتوفل غوز أعظم، بادشاه هر دو عالم، صدقاء إمام أعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوس في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر الأولى نور الحدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الصيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عازمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده مقصوده موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنس الغيبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاكين شمس العارفين وسراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى مساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب يا رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع حصانه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala dit allemaal in zijn barmhartig hoofd accepteren. Morgen hebben we Mufti Iftikhar Chisti Saab. Die zal praten over de noer van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En er is een kans dat we ook morgen na te gaan hebben. Hafiz Khalil Sultan. Dat de kans bestaat dat hij morgenavond ook hier aanwezig is. Dus komt u ook morgen naar deze bijeenkomst. Neemt u mensen mee, neemt u kennissen mee, neemt u iedereen mee. Ik verzoek u allen om uw handen op te heffen voor de laatste dua. آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا شافي الأمراضنا اشف لي مرضانا جسمانيا وروحانيا بحرمة سيد الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أيد الإسلام والمسلمين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وارزقنا شفاعة سيد رحمة للعالمين يا إله العالمين هم اس محفل کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما. اس کا ثواب سب الاخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش خدمت الہی قبول فرما. ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام کے بارگاہ میں پیش خدمت الہی قبول فرما. ان کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام کے بارگاہ میں پیش کرتے خاص طور پر خلفائے راشدین ازواج مطہرات اہل بیت و اطہار کے بارگاہ میں پیش خدمت الہی قبول فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب تابعین تمام تابعین تبع تابعین تبع تبع تابعین کے بارگاہ میں پیش خدمت الہی قبول فرما. اس کا ثواب محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی شہنشاہ بغداد شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں پیش تلائی قبول فرما. یا الہ العالمین کے وسیلے سے تمام اولیاء کاملین کے بارگاہ میں پیش تلائی قبول فرما. جمیل مسلمین جمیل مسلمات جمیل مؤمنین جمیل مؤمنات کے ارواح تک پیش تلائی قبول فرما. یا الہ العالمین خاص طور پر حاضرین کا تعلق میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان سب کے ارواح تک پیش خدمت الہی قبول فرما. خاص طور پر مرحوم عمر الدین سلار بخش کے روح تک پیش خدمت الہی قبول فرما. ان سب کی قبروں کو نور علی نور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور شفاعت نصیب فرما. ان کی ساری گناہوں کو معاف فرما. ہر ایک نیک کام کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما. قبر میں امن کی زندگی نصیب فرما. یا الہ العالمین اس برکت والے محفل کے صدقے ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما. نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے روزی میں برکت عطا فرما. ہماری علم میں برکت عطا فرما. ہماری حلم میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے آنے جانے میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین صراط المستقیم پر رہنے چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ مطبخ میں تعاون کے لیے حاضر ہوئے یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین کا ان کے گھر والوں پہ اپنے خاص فضل اور کرم فرما. یا الہ العالمین سب پہ اجر عظیم ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جہاں بھی مسلمان بیمار سب کو شفاء کلی عطا فرما. اللہم تقبل الدعاء بوسیلت مصطفی صلی اللہ علی خیر خلقہ وحبیبہ محمد وعلى آلک یا واصحابک یا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.